مشاهدينا مكملين باخر فقراتنا الصباحيه وحصه للعمل التطوعي ايضا ميسان، يعني حصه للعمل التطوعي والانساني ببلدنا. زينب، يمكن كل ما ازدادت الشدائد لازم نزيد التكافل الاجتماعي بيناتنا، ولازم نوقف جنب بعض بشكل اكبر لنقدر نحافظ على التوازن بالمجتمع. اليوم وبظروفنا الصعبه دار العديد من الاشخاص ظهورهم وضعوا انفسهم بمنأى عن مساعدة المحيط. بهذا الوقت اللي منلاقي هدول العالم، نفس الوقت منلاقي أشخاص آخرين إساتهم قادرين على العطاء والتفكير بمحيطهم وأصدقائهم وأقاربهم وحتى جيرانهم. اليوم رح نحكي عن العمل المجتمعي مع أحدى الفرق التطوعية اللي كان لهم بصمتهم خلال فترة الحرب واستمرت إلى الآن بالعمل الإنساني، من فريق عمرة التطوعي. معنا محمد فطاري. يسعد صباحك. صباح النور، هلا فيك. تمام الحمد لله. هلا، يسعد صباحك يا محمد. يعني العمل التطوعي دائما في عندكم مبادرات إنسانية عم بتكون تماشيا مع الأزمات اللي عم تكون فيها أو عم نمرق فيها. مؤخرا يمكن وزعتوا أسطوانات الغاز على بعض المرضى وأعدتوا تدويرها، فحكينا عن هذا الشيء. هلا طبعا اي مبادره عم يطلع فيها اي فريق او جمعيه او مؤسسه تطوعيه هي وليده حاجه مجتمعيه. الحاجه اليوم نحن كنا شايفينها رايح على مجال الاقتصادي شوي، وطبعا ازمه كورونا اللي صرنا عم نعيش الموجه الثالثه فيها. بهذا الوقت بالموجه الاولى والموجه الثانيه نحن بلشنا بعمليه جمع اسطوانات اكسجين بعدد قليل ضمن الامكانيات فريق عمرها، غير امكانيات بعض الفرق اللي اصلا متخصصه بهذا المجال وخصوصا الفرق الطبيه. هي عباره عن سماره بيعبيها صاحب الحاجه او وكيل عنه بمرفق بتقرير طبي، مرفق بتقرير طبي حسب الاولويه تماما، لمده 48 ساعه وتجدد حسب الحاجه حسب التقرير الطبي ايضا. نعم، يعني انه هون بس بيرجعوها، لانه في بعض المرضى كانوا عم يحتفظوا بالاسطوانات وما عم بيرجعوها، فعم تصير مشكله. الازمه الكبيره هي انه اول شيء حالات شفاء عم تاخر كثير، يعني هي ما عم تدم اكثر من 7 ايام، واحيانا بعد ما ينشفى احد افراد الاسره عم يصاب احد افراد الاسره من غير شخص، فبتضل عنده فتره اطول. فهون بصير عمليه ارباك وبصير عمليه انه انت عندك اولويه وعندك قوائم بس ما عم تقدر تخدميها كلها. نعم. كيف عم تشتغلوا على اعاده تدويرهم للاسطوانات الاكسجين وتنسق هذا الموضوع؟ معكم فريق طبي عم يتابع هذا الموضوع او لا؟ هلا ضمن فريق عمرها في كادر طبي. طبعا موضوع الاسطوانات هي فقط تقرير طبي بازمه تنفسيه او باشتباه باصابه باعراض كورونا، تماما بيجي بعبي استماره بيقطع ايصال بشان عمليه الاستلام والتسليم، وخلال 48 ساعه يتم تجديدها 48 ساعه عن طريق الهاتف مره ثانيه. نعم، يعني هي بما يتعلق بكورونا واسطوانات الاكسجين اللي عليها هلا كثير ضغط. الله يحمي الجميع. وعن جد اكثر من جمعيه تطوعيه اهليه عم بتساعد بهذا المجال وعم بتامن، حتى عبر مواقع التواصل عم بترسل مناشدات حالات الطارئة. يعني كمان كل الشكر لكم بإنقاذ الحياة. خلينا نحكي عن الشق الثاني. نحن مثل ما بنعرف بحالة اقتصادية صعبة اليوم، عم تمر العائلات السورية بضيقة مادية أو معيشية. رمضان قرب، دائما في المبادرات الإنسانية بما يتعلق بتأمين الاحتياجات تأتي برمضان، بيقولوا شهر الخير. صح. اليوم أنتم شو مبادراتكم؟ سمعنا أنه في مبادرات سلة الغذائية، كيف رح تكون الآلية ببسم الشام أو محافظات تانية؟ خبرنا عنها. هلأ هي المبادرة مبادرة شهر الخير 5، هي العام الخامس على التوالي. نعم. هي بمناسبة امتلاء شهر رمضان. هي فكرتها كانت تجميع مواد غذائية بهدف توزيعها على أسر محتاجة بدمشق وريفا. تطورت الفكرة بالسنة الماضية مثل هالأيام، كانت فترة الحظر بكورونا، وصلنا لأوج بهي الفعالية. هالسنة حبينا نطلق بنفس الشيء. غلاء الأسعار كان كثير فاحش بشكل كثير كبير، بجوز ما نقدر نصل للأرقام اللي حققناها السنة الماضية. تقريبا من شهر للا بلشنا عملية تجميع المواد الغذائية. شو بتتضمن السلة؟ تتضمن 15 مادة، عبارة عن سمنة، زيت، سكر، رز، طحين، عدس، برغل، حلاوة، شاي، ربندورة وبسكوت وتمر. فهي تقريبا شامله ل 15 ماده غذائيه اساسيه برمضان. اكيد هي ما بتكفي لاسره لمده شهر، بس انه مثل ما بيقولوا مثل عم بحسب تماما.
عملية التوزيع حتتم وفق قوائم عنا. نحن السنة الماضية وصلنا لرقم 4800 سلة غذائية بحملة 1000 سلة، ففي قوائم كتير كبيرة بهذا المجال. طبعا في حالات استثنائية عم تجينا على الجمعية أو على فريق عملها التطوعي، إلى طبعا الأولوية ضمن هاي القوائم. يعني كمان مع مين عم تتعاونوا لتعرفوا هدول الأشخاص؟ أكيد في أشخاص وعائلات جديدة بدها تنضم معكم وتصير يمكن يصير لها حصة ما كان إلى السنة الماضية توزيع حصص، مين بيقدروا يساعدوكم؟ صراحة شيء مؤسف إنه أسر كانت السنة الماضية بالحملة الماضية هي أحد الداعمين للحملة، اليوم هي عم تطلب الدعم لهي الحملة للأسف. فالأعداد كانت كتير كبيرة. نحن بال 2016 بأول حملة لشهر الخير تقريبا استهدفنا 46 منطقة بدمشق وريفة، أعددنا قوائم بزيارات ميدانية لأوضاع الأهالي، تم تسجيل فتح استمارات إلون ضمن فريق عمرها للاستفادة من عدة خدمات، سواء من حملة التياب أو حملة القرطاسية أو حملة طبعا الصيدلية المركزية أو حملة السلة الغذائية اللي هلا عم نشتغل فيها. في حالات جديدة كثير عم تجي على الجمعية، عم يتواصلوا على بريد الصفحة أو عم يتواصلوا على أرقام الفريق، هي كمان عم تسجل، بس هي ما لها أولوية إلا إذا حالة استثنائية جدا. نعم، كمان بشهر الخير في مبادرة تمر ومي اللي تعرفنا عليها هذيك السنة، كمان خبرنا عنها هالسنة وين رح تكونوا بأي مكان؟ ما يتمر كمان ستة هالمرة إن شاء الله حنكون بكل مكان بدمشق. السنة الماضية كنا بخمس ساحات، بس المرة الفكرة مختلفة إنه كل يوم حنكون بمنطقة معينة لعدة فرق. هدف منها هي حملة إفطار صائم للمتأخرين تماما، للمتأخرين سواء بالنقل الداخلي أو بالسيارات الخاصة. السنة الماضية كانت على فترة أبكر شوي بسبب الحظر، اليوم إن شاء الله قبل رمضان بدقيقتين بنكون على كل الإشارات وكل مكان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، بنتمنى لكم التوفيق. محمد، خلينا نعرف شوي كيف عم تستقبلوا يعني الدعم لهي السلال. أكيد هي السلال ما كلها بيقدر يأمنها الفريق أو أعضاء الفريق، أو هي مين هن الداعمين لكم؟ كيف عم تستقبلوا؟ هل هي مواد عينية أو عم تستقبلوا أيضا تبرعات مادية وأنتوا تشتروا عن طريقة المواد العينية؟ هلا في شقين من التبرعات. اول شق هو عم يجي عن طريق فريق العلاقات العامه ضمن فريق عمرها، عم يتواصل مع عده شركات، مشكورين كثير رغم هالازمه ورغم الضغط، في كثير شركات هي داعمه لهذا الشيء، سواء لفريق عمرها او لغيرها من الجمعيات، لانه حملات الغذائيه والسلة الغذائيه اليوم أغلبية فرق وجمعيات دمشق عم يشتغلوا فيها. بالاضافه للمتبرعين، اليوم المتبرعين في ارقام للتبرع بمواد عينيه تماما. الأرقام هي 039-03936 و 098-946-847. معلي نرجع نعيده مرة. هلا الرقم الأساسي هو الرقم التبرع، الثاني للتواصل أو الاستفسار، الرقم الأول 039-03936. هذا الرقم الأساسي للتبرع بالمواد العينية حصرا، لا نستقبل أي تبرعات بنقدية. طبعا متواصلوا معنا أنه أنا عندي مبلغ مالي، شو بتحبوا جي بتكون فيه، بيكون عنا طبعا نقص بمادة على حساب مادة، فنحن بنقول له لأن نحن بحاجة لهذا المادة بس، فقط مثل ما ذكرت هي تبرعات عينية. نعم، يعني عبارة عن يمكن مبادرتين بشهر رمضان، حتكون عبر السلة الغذائية وتمر ومي وقت الإفطار، رح تكونوا متواجدين هالسنة كل يوم بمنطقة حتى تغطوا كامل الشوارع بمحافظة دمشق وريفة. خبرنا طيب كمان عن الشيء الجديد عنا كمان العيد بعد رمضان، هل في شيء جديد على العيد كمان؟ طبعا في فعالية العيد فرحة كمان، هي العام السادس على التوالي بمناسبة عيد الفطر، قدمنا موافقات لمحافظة دمشق مشكورة. طبعا هي عملية توزيع ملابس تياب العيد لأطفال بمنطقة الغوطة الشرقية والغربية. السنة الماضية كانت نفس الفكرة، قدرنا نوصل تقريبا لكسوة 500 طفل بالغوطة الشرقية، السنة لا انتشرنا بمناطق الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. نعم. إن شاء الله يا رب. يعني بظل ظروف كورونا صار العمل مختلف محمد، أكيد ما بقى صار فيكم تشتغلوا نفس الآلية اللي كنت تشتغلوا فيها ما قبل كورونا. هلأ كيف عم تنسقوا أموركم؟ صار يمكن في إجراءات لازم تتبعوها، الأعداد ما بقى صار فيها تكون كتير مثل ما كانت بالفريق التواجد، كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ هلأ صراحة حتى ثقافة كورونا صارت شوي يعني تعودنا عليها كشباب أو
طبعا لازم نضل اخذين بالاحتياطات والاجراءات اللازمه، بس اليوم الوعي الشاب هو وعي الصبيه اللي عم تكون معنا او وعي الاسره اللي عم تجي لعنا تاخذ مساعده او حابه تقدم تبرع، هو اليوم الاهم. طبعا المواد كلها عم تكون قبل عمليه التوزيع معقمه مثل السنه الماضيه، مغلفه باكياس، الكادر الموجود دائما عم يلبس البسه خاصه بموضوع فرز المواد الغذائيه، خصوصا نحن عم نحكي احيانا باكياس ضخمة، فنحن التقسيم بيتم بالكيليات أو هيك شيء، فالموضوع عم يكون بانتباه وحذر شديد. اليوم موضوع كورونا هو شوي مفوكس عليه بسبب الموجة الثالثة وخطورتها، الأعداد كتير قليلة عم تتم. كنا مثلا فزعة يا شباب بدنا ننزل 50 حدا، اليوم عنا كمية بدنا نفرزها، لا اليوم موضوع كتير مختلف، هو موضوع 5-6 أشخاص بمناوبات عم تتم المهمة، طبعا لأنه حفاظ على الشباب اللي موجودة معنا، حفاظ على الأسر اللي أصلا نحن بدنا نفيدها، ما بدنا ننقلها عدوى أو تكون سبب للضرر. يعني بدنا نقلكم إن شاء الله هيك بالتوفيق، وتمر هالمبادرات على خير يا رب، ويحميكم يحمي كل الأسر السورية، وإن شاء الله هالأزمة بتخلص على الشعب السوري إن شاء الله. أكيد يا رب، نرجع لأيام الخير يا رب، وما في أحلى من التكافل، مو غريب أساسا على الشعب السوري، وبالنهاية دائما مثل ما بقول نحن بالنهاية سوريين ولبعض. صراحة أنا ما بدي، كل عالم شايفة اليوم المسؤولية المجتمعية مو بس على عاتق فريق أو جمعية أو مؤسسة، اليوم صرنا نشوف حدا بسبب أزمة المواصلات بسيارة خاصة عم يطلع عالم معه، عم يطلع مرة، عم يطلع أطفال، عم نشوف على بعض دوار الخبز أو هذا في عملية تكافؤ، أنا نشوف ختيار فيني ساعده. موضوع المسؤولية المجتمعية أكبر من هيك بكتير. اليوم أنا جاري أمن له فطور لرمضان، هي موضوع مسؤولية مجتمعية. اليوم أي مساعدة أنا فيني أقدمها لو معنوية هي أيضا مسؤولية مجتمعية. نحن بنفرح بهذا الشيء أكيد. تماما. نحن بنتشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا كثير لكم، شكرا للإخبارية السورية. شكرا كثير لك محمد.